نوع الكرز الموجود بالفيديو هذا مرة فظيع حق هذه الوصفة. نحتاج لحم مفروم وكزبرة أو بقدونس وبصل ثوم، الثوم بقسمه قسمين، قسم هنا وقسم للصوص. وبعد هنا إيش عندي؟ بابريكا وكمون فلفل أسود وقرفة، ممكن تضيفين 7 بهارات بس أنا ما راح أضيف. وبالنسبة للصوص عندي طبعا الكرز راح أخلطه بالخلاط مع ماي ومذاب فيه نشا. راح نحتاج بصلة مفرومة الحين بنقطعها، بنحتاج دبس رمان، عصير ليمون، سكر، ملح، فلفل أسود. بس حضيت كل مكونات اللحم المفروم، تجيني بعد شوي واحدة بتقول لي ما تغسلين اللحم. لا والله ما نغسله، اللحم المفروم ما ينغسل، لو غسلتيه صار بلاستيك. البصل، الثوم، البقدونس او الكزبرة الموجود عندكم، بس ما راح احط هذا، انا كل شيء بس بخليه للزينة، ومجموعة البهارات. ما عليكم من خرخشتنا اللي في المطبخ، سوري يعني. راح نعجن كل هذه المكونات مع بعض لين تمتزج. راح نسويها اصابع بس مش كبيرة مرة، انت براحتك اصابع كور براحتك، انا بسويها اصابع. طبعا لما تسوينها بالقلاية او بالمقلة راح تصغر شوي، فانت قوليها علشان توصل الحجم اللي تبينه، فانت طوليها شويات زي كذا. بنجهز خليط الكرز. اول شيء راح تطحنين جزء من الكرز وجزء منه لا، وهنا الماي والنشا، ونخلطهم في الخلاط مع بعض. سخنت المقلة وراح احط فيه قطع الكفتة ونخليها تسوي. حطيت زيت شوي، ما بيكثر زيت، نخليها ونقلبها على وجه مدوي لتسوي سوا كامل منها. بعدين راح تطبخ في صوص بس دقيقتين 3، يعني بس تاخذ النكهة، فلازم نسويها سوا كامل سواء بالمقلة او القلاية الهوائية. راح نبدأ نقلبها على الجهة الثانية ونخليه يكمل سوا. نخليه يكمل سوا تماما، لازم يستوي تماما. اذا خلص بنشيله، ولا تغسلين المقلة، راح نستخدمها عشان نسوي الخلطة. حاولوا دايما تاخذون لحم طازج، انا طلبت لحم عجل مفروم مع شحم، ممكن تحطين نص عجل ونص غنم، بيطلع طعم بعد مرة رهيب خاصة في الكباب والكفتة. يعني يا تاخذين عجل بس او تاخذين نص عجل ونص غنم. راح نحط البصل ونخليه ياخذ له لون، بس نخليه كذا يذبل ياخذ له لون ثاني. لما نوصل لهذه المرحلة راح اضيف الصوص اللي خلطته بالخلاط، بضيف عليه قطع من الصوص. انتم طاوعين، اقول لكم قطع من الصوص، قطع من الكرز، ترى سبق وسويتها معاكم. راح اضيف عليه سكر لموازنة الحموضة، وراح اضيف عليه عصير الليمون، وراح اضيف عليه دبس الرمان، واخليه يطبخ شوي ما يطول، يحول 2-3 دقائق يعني يتسبك كذا. يعني نزلت لكم المقادير، يا بنزلها بعد شوي، الملح والفلفل الاسود. بخلط هذه المكونات شوي ونخليها تاخذ لها التسبيكة الحلوة. ترى هذه ألد 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 وصفة ممكن تجربونها، وأحلى من المطاعم حق كباب الكرز. جربوها وعلى ضمانتي، واستخدموا نوع الكرز اللي استخدمته او كرز فريش براحتكم، بس الكرز فريش يجي غالي شوي. يعني قدام بصير موسم، او الحين يعني بدا بس غالي، بس خذي هذا النوع اللي صورته لكم مره يجنن. راح اخذ الكرز الكباب اللي سويته وانزله كله فيه واخليه يطبخ معاه تقريبا حول 2 دقيقة، وراح يكون جاهز. قدمي مع رز بشعرية او مع خبز تركي او خبز عادي براحتك. نخليه 2 دقيقة بالضبط، عديله 120 ثانية، طفي الفرن وقدميه. حطي الصنوبر، حطي خبز محمص، حطي بقدونس على الوجه، وقدميه بألف عافية. عندي طبق تركي راح اقدمه فيه شكل مرة مناسب، ونفس الطبق اللي استخدمته هذيك المرة راح اقدمه فيه، مرة مناسب شكله وكيوت. حط
الطبق اللي اخترته للتقديم اليوم حيل حابته حق هذه الوصفة، احس مرة مناسب لها. بحط الكباب ويكون معاه صوص كذا شوي، بعدين بس بحط عليه صوص، او ممكن تحطين صوص بعدين تحطين الكباب. راح ازينه بالبقدونس بهذا الشكل والصنوبر المحمص او اللوز، ممكن تحطون عليه الخبز محمص، ونحط عليه الصنوبر بهذا الشكل محمص. حمص الصنوبر كذا مرة حلو عشان يعطي جمال وبس.